أهلا بكم إلى أهم أخبار المغرب، وهذه عناوينها: مصرع وإصابة 2308 أشخاص بحوادث السير خلال أسبوع، فريق طبي ينجح في أول عملية لزراعة مضخة للقلب في المغرب، واللاعب المغربي رومان سايس ينتقل إلى الشباب السعودي. لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب 2291 آخرون بجروح في حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي، وعزت مديرية الأمن أسباب هذه الحوادث إلى عدم احترام قانون السير من قبل السائقين والراجلين معاً. نجح فريق طبي مغربي في إجراء أول عملية زرع مضخة قلب في البطين الأيسر في المستشفى الخاص الدولي في الدار البيضاء، وأجريت العملية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً بعدما كان يعاني قصوراً متقدماً في القلب. أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط 4 أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء لتورطهم بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 190 غراماً من المخدرات فضلاً عن مجوهرات وساعات ومبالغ مالية. كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصائيات والبيانات أن إيرادات ألعاب الفيديو في المغرب ارتفعت 15% منذ بداية العام الحالي، فمكن من جني أكثر من 218 مليون دولار مقارنة ب 189 مليون دولار خلال العام الماضي. أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسمياً مع قائد المنتخب المغربي رومان سايس حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة قادماً من نادي السد القطري، وكتب النادي عبر منصاته الرقمية: من أسود الأطلس إلى أسود المملكة، رومان سايس شبابي. أصيب سائق جرافة بجروح خطيرة إثر انهيار عمارة أثناء هدمها في منطقة طنجة البالية، وكشفت وسائل إعلام محلية أن الجرافة كانت بصدد هدم طابق أضافه صاحب المنزل بشكل غير قانوني، غير أن المبنى تعرض للانهيار بالكامل ليصيب السائق بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى. نهاية النشرة، إلى اللقاء.